مساء الخير على الجميع في فيديو جديد النهاردة من قناة أروح فين منين التومي مابس. معاكم أحمد التومي. إحنا بنكمل الجزء اللي فات يا جماعة بتاع كنا بادئين من زيزينيا كده لحد النقطة اللي إحنا إيه اللي إحنا واقفين فيها دلوقتي، وهنستمر إيه هنستمر في الجزء ده منها. إحنا على الطيران في اتجاه رشدي، نبدأ الفيديو بتاعنا. دي نفس النقطة يا جماعة اللي وقفنا فيها ايه اللي وقفنا فيها في الجزء اللي فات، في نفس ايه في نفس الإشارة. الإشارة دي بتبقى زحمة شوية في العادة يعني يا جماعة، لسبب واحد اللي هو ايه اللي هو احنا دلوقتي هنقطع شارع سوريا. يعني هيبقى على يميننا دلوقتي محطة ترام رشدي، ومن عند محطة ترام رشدي كده في مزلقان، هنقطع ايه هنقطع بيه شارع سوريا. فعشان كده الدنيا بتبقى ايه بتبقى زحمة شوية. الإشارة بتفتح اهي. بستمر طوالي، بس للأسف بتقفل علينا تاني بقى. زي شكلها الكثافات عالية بقى على الترام يا جماعة، فاحنا هنعمل ايه؟ هنخش يمين كده. عشان ايه نوريكم عبد الحميد العبادي بالمرة اللي احنا كنا بنقول عليه في الجزء الاولاني. هو اللي جاي بين ده هو ده يا جماعة عبد الحميد العبادي. اللي على يميننا ده يا جماعة لسه فايت. القطع اللي جاي ده تقاطع ألفريد ليان. طبعا انت لو كملت على البحر وطلعت على الكورنيش عشان تعمل يوتيرن هتروح لحد ايه لحد قرب سباباشا، عند كده عند اسمها ايه عند هتروح لحد فندق رومانس كده عشان تعمل يوتيرن.
فاحنا عايزين نطلع على الكورنيش، فاحنا خدنا شمال من عند من شارع الفريد بيان، هتلاقي مستشفى اجيال اهي على ايدك، على ايدك الشمال، والشارع اللي في وشنا ده اللي احنا هناخد شمال فيه اجباري، ده شارع المعسكر الروماني. هوريكم طريقة نطلع بيها على على الكورنيش. اول ما تطلع من الف ريان وتمسك المعسكر الروماني، خد اول يمين عليه السهم، اهو مسموح لك ايه، مسموح لك الدخول. تمام، بنخش دي مساكن ضباط مصطفى كامل. تطلع من الشارع ده تاخد يمين، هتلاقي المطافي. هنقوموا عاملين ايه؟ هنقوموا عاملين يطيرن كده من قدام ايه؟ من قدام المطافي. ونرجع نعمل يمين تاني من هنا يا جماعه. واحنا هنطلع كده على الكورنيش، بس منين؟ من سيدي جابر. يبقى وفرنا ايه؟ وفرنا كل اللي فاضي، وادي الدنيا رايقه زي ما انتم شايفين. ربنا يكملها كده ايه، يكملها بالروقان اللي هي فيها، زي ما احنا على طول هيقابلك في مسجد كبير اهو على اليمين. يعني ده من العلامات الاستقلاليه ان انت ايه، ان انت ماشي صح. هنيجي هنا مع الفتحه اللي في البلدوره دي، هناخد شمال يا جماعه، نخش الشارع اللي في الوش اللي هو على ناصيته مشكل جبن اهو، وكات صالون، وصيدليه اشرف. وادي الوحيد فتح على الشمال بتاع الفول والفلافل. زي ما احنا كده على طول هننزل اهو كده على فين، على شارع المشير احمد اسماعيل. اتصور معانا طبعا في كذا ايه، في كذا فيديو قبل كده. وهناخد منه ايه، هناخد منه يمين كده يا جماعه، هتلاقي كوبري سيدي جابر اهو. ايه كوبري سيدي جابر اهو في وش منك. هنعدي من تحت كوبري سيدي جابر وناخد شمال اجباري، لان اليمين ممنوع تجري عكس اتجاه يعني. كده احنا يا جماعه طلعنا على كورنيش اسكندريه من نقطه سيدي جابر او منطقه سيدي جابر. فشفت بقى، لو كنت كملت في سوريا كنت هتنزل ايه؟ هتنزل يمين اجباري على الكورنيش، وتمشي بقى لحد ايه؟ لحد اليوتيرن اللي هو اللي قبل سباباشا، اللي هو يعتبر قبل نادي المهندسين بحاجه بسيطه، وترجع المسافه دي كلها تاني بالزحمه بقى بتاعتها بالدنيا دي كلها. يبقى برضو ايه، استفدنا ايه؟ استفدنا بحاجه جديده في الفيديو ده، احنا من سوريا على الف رجليان، على المعسكر الروماني، على مساكن الضباط، على المشير، على الكورنيش. ارجو نكون التخريمة دي يعني اكيد مش كلنا نعرفها يعني. في ناس طبعا عارفاها واخدة عليها، وفي ناس ما تعرفهاش، فايه يبقى نأمل ان حد يستفيد منها.
في لا دار اهو على اليمين، احنا في منطقة سبورتنج على البحر، في لا دار على اليمين اهو باللي بيصور كل شنكان. صورنا يا جماعة احنا الوصلة دي قبل كده، يعني ظهرت معانا ايه، ظهرت معانا في كذا ايه، في كذا فيديو، في كذا فيديو سابق. لازم الشاطئ اهو على اليمين، احنا عموما يعني ايه باذن الله هنقفل الفيديو ده عند بتاع ده، عند اليوتيرن بتاع شارع قناة السويس، لان احنا عاملين فيديوهات كتير بقى في اليوتيرن ده. ما تقدر ايه، تقدر لو انت رايح في حتة تانية تشوف فيديو تاني من على القناة من عند اليوتيرن كده، تكمل ايه، تكمل المسيرة او المشوار اللي انت رايحه. هو اليوتيرن اللي جاي ده اليوتيرن بتاع شارع قناة السويس. شارع قناة السويس على ايدينا الشمال، واللي على شمالنا دي اهي مستشفى الشاطبي، وادي مكتبة ايه، مكتبة اسكندرية ايه، وادي اليوتيرن. ونقول ايه، ونقول الحمد لله على السلامة. ارجو ان يكون الفيديو عجب حضراتكم، استاذنكم اللي عجبوا الفيديو يعمل اشتراك في القناة وشير ولايك ويفعل الجرس تفضلا وليس امرا، واللي ما عجبوش الفيديو يقول لي في التعليقات ما عجبكش الفيديو ليه، بحيث ايه، بحيث نحاول نعدل من الفيديوهات القادمة، ونشوف حضراتكم في فيديو جديد قريبا، ومع السلامة.